تعرفت على الجامعة السعودية الإلكترونية، كنت في زيارة للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي والمقام بالرياض عام 2011 ميلادي، واللي كان يضم قرابة 400 جامعة وكليات ومعاهد محلية وعالمية. كان من ضمنها جناح مميز باللوجو الخاص بالإنترنت واللي هو شعار الجامعة السعودية الإلكترونية. وبنظرة سريعة قرأت شروط القبول وبصراحة شدتني كثير. من الأمور اللي شدتني انتباهي في الجامعة السعودية هي تقديم تخصصات صحية. للأمانة كنت أفتكر أن الجامعة كانت خاصة فقط للحاسب الآلي أو برامج العلوم الحاسب الآلي، ولكن ولله الحمد سرني رؤية تخصص المعلومات الصحية اللي هو قريب من تخصصي وهو فريد من نوعه في المملكة، له نصيب كبير من علوم الحاسب والبرمجة. ما أخفي بصراحة كان في تردد في التسجيل من عدة نواحي. الأول التزامي بالوظيفة في القطاع الصحي وبخاصة قسم الأقسام الحيوية كبنك الدم، واللي يحتاج بعض الأوقات لفترات خارج الدوام الرسمي بالإضافة لمناوبات مسائية وأول ليل. الثاني التزامي بعائلة كوني متزوج، والدي أولاد في المدارس. الثالث بعد بعد مسافة مقر الدراسة واللي يبعد تقريبا 150 كيلومتر من بين منطقة الأحساء وأقرب فرع للجامعة وهو الدمام. العقبة الأخيرة هو التقبل النفسي في الرجوع لكرسي الدراسة بعد مرور أكثر من 11 سنة من آخر مؤهل لي. مع هذا استشرت صديق وأخ وعزيز علي ونصحني أني أتقدم وسجل من باب التجربة، وإذا ناسبني الوضع الجديد أكمل، وإذا ما ناسبني على الأقل كسبت فرصة التجربة. بداية مشوار الدراسة في اللقاء التعريفي مع سعادة مدير الجامعة شرح النظام المعتمد في الجامعة وهو التعليم المدمج وبشهادة انتظام، وكانت هذه مفارقة شجعتنا أكثر للالتحاق بالجامعة. وهو بالمناسبة نظام حديث في المملكة كونه يجمع ما بين الحضور المباشر وجها لوجه وأيضا الحضور المباشر الافتراضي عن طريق البلاك بورد. هذا النظام الجديد مع مرونة، إلا أن في نفس الوقت كان في صعوبة كون أن الطالب هو معتمد على نفسه في تلقي المعلومة وليس كنظام التلقين المعتاد في أغلب الجامعات. وللأمانة كان في بداية المشوار عثرات تقنية وفنية وصعوبات تواصل وفهم النظام الجديد باعتبار أننا أول دفعة، فسياسة الجامعة الحديثة وقابلة للتعديل والتحديث، فكنا حقيقة نتضايق في بعض الأحيان، ولكن هذا أعتقد أمر طبيعي لأي مشروع حديث. لكن ولله الحمد يوم بعد يوم يتم تلافي هذه المعوقات، وصارت لنا ذكرى جميلة راح نتذكرها على مدى سنوات. أحب أضيف نقطة، هو أن سعادة مدير الجامعة دكتور عبد الله الموسى كان سبب بطريقة غير مباشر في التغلب على العقبات اللي واجهتني شخصيا. كان في لقاء أبوي معه عن طريق البلاك بورد كان يوجه رسالة مفادها أن الجامعة هذه للجادين والراغبين في التميز والإبداع، وأن التذمر هو سبيل اليائس والعاجز. صدى هذه الكلمات كانت بالنسبة لي حافز قوي ومشجع لمواصلة هذا التحدي. أضافت الجامعة ونظامها الفريد من نوعه في المملكة ملكة البحث والتقصي عن المعلومة الذاتية من دون تلقين، وذلك بالطرق العلمية وأيضا اكتساب المهارة في كتابة الأوراق البحثية العلمية والأكاديمية بمختلف المصادر بالأنماط المتعارف عليها دوليا. طبعا كل هذا بمساعدة نظام الخدمات الطلابية وتحديدا أيقونة المكتبة الرقمية السعودية. نصيحتي هي همسة في أذن أخواني وأخواتي الشباب في وطن الغالي والباحثين عن التميز. نعم، تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية في مجال التعليم العالي بسيطة، لكنها أضافت نهج فريد
وحديث من نوعه ولديه ستاندر عالي. هذا في اعتقادي راح يسهم في رفع الكفاءة المعرفية والمهارات والجودة في الأداء في جميع الأعمال والواجبات، ويوفر للطلبة مستقبل واعد وبوابة استقطاب لسوق العمل إن شاء الله. أكيد لو رجع بي الزمن راح أختار الجامعة لشيء مهم، هي إدخال التقنية الحديثة بكل أنواعها، توفير المنصات التعليمية الحديثة. هذا بحد ذاته راح يحمسني ويزيدني إصرار إني أكمل في الجامعة.